والله يا عزيزي، يعني انا حصلت لي مره حاجه مش قادر افسرها اطلاقا. يا ريت نعرف. يعني انا مره كنت في اليابان ومسافر مانيلا، وبعدين من مانيلا رايح هونج كونج، وفعلا رايح المطار لأني أركب الطيارة من مطار طوكيو إلى مانيلا. فما تفهمش ليه طلع في دماغي إن أغير الطريق، وبدل ما أروح مانيلا طوكيو مانيلا هونج كونج أروح طوكيو هونج كونج وبعدين مانيلا. فكنت على الخطوط الجوية بتاع هونج كونج في الحالتين يعني، فروحت للموظفة في المطار قلت لها ممكن نغير الطيارة؟ قالت أشوف يعني في سيتس فاضية ولا لا. لقيت في مطرح، حطتني في الطيارة. كويس، وصلت هونج كونج، بقرأ في الجرائد تاني يوم لقيت الطيارة اللي كان ممكن هاخدها من طوكيو لمانيلا خدها هاريكان، يعني عاصفة جوية. عاصفة جوية وسقطت. سبحان الله. فأنا تولت يعني حصل لي إحساس غريب جدا إن هناك في حياتنا وفي يعني في قوى، وعند الإنسان منا قدرات يمكن لسه لم تكتشف، إنما هي بتحذره من الخطر وبطريقة خفية جدا وبطريقة غير معروفة.